منذ قيام قوات الأمن المصرية بفض اعتصامي رابعة والنهضة الرافضين للانقلاب العسكري، تداولت وسائل الإعلام صورا تظهر قيام الشرطة والجيش باللجوء إلى العنف بصحبة رجال يرتدون زيا مدنيا يطلق عليهم اسم البلطجية. ظاهرة انتشار البلطجة في مصر خاصة في الآونة الأخيرة تثير مخاوف الكثيرين، ونرصدها في التقرير التالي. بلطجية في مصر، في اليمن بلاطجة، وفي سوريا شبيحة. أشهر ثلاث مسميات لجماعات من المدنيين تستخدمها بعض الأنظمة لردع معارضيها منذ اندلاع الثورات في تلك الدول، لكن لبلطجية مصر خصوصية وثقتها الكاميرات مرة أخرى، وتتمثل في الظهور الواضح للتعاون بين الأجهزة الأمنية والبلطجية، تعاون تتنوع طرقه بين السكوت على عنف البلطجية والدفع بهم في الصفوف الأولى للهجوم، كذلك مشاركتهم القتل. حصار المحتمين بمسجد الفاتح برمسيس يجسد الصورة الأولى. هنا تنهال الجموع بالضرب على رجل يبدو كبيرا في السن وينزف رأسه دما. لا تقبض قوات الأمن على المعتدين، بل ترافقهم حتى تدخل الرجل إلى إحدى مدرعاتها. في المنصورة تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي كيف تدفع الشرطة بالبلطجية في الصفوف الأولى للهجوم على المسيرات ثم تلحقها، وهو ما ظهر أيضا في أحداث شارع النصر. أما المشهد الأكثر رواجا ووضوحا فكان في مجزرة فض اعتصامي رافضي الانقلاب العسكري في رابع العدوية والنهضة. هنا يطلق البلطجية الرصاص الحي بمعية رجال الشرطة في يوم خلف مئات قتلى وجرحى. اتساع حضور البلطجية في المشهد المصري بات يقلق كثيرين، خاصة بعد أن تجاوز دورهم الهجوم على المظاهرات والاندساس فيها لبث الفتنة والفوضى، ووصل إلى السيطرة على الطرقات بإقامة حواجز تفتيش يشتكي مواطنون من تجاوزاتها. ويقول متابعون إن هذه الجماعات تتغطى بغطاء تلبية دعوة مؤسس حركة تمرد محمود بدر الذي طالب بإنشاء لجان شعبية بعد جريمة فض الاعتصامين. انزلوا في كل مكان رافعين أعلام مصر، كونوا اللجان الشعبية. موقعة الجمل أثناء ثورة 25 من يناير كانت أبرز ظهور للبلطجية في مصر، ظهروا حينها فرادى، اليوم يظهرون علنا بمعية قوات الأمن والجيش في ظاهرة ينبه مراقبون إلى عواقبها الكارثية على المستقبل الاجتماعي لمصر، يوم ينتهي الدور المطلوب من البلطجية فتجد البلاد نفسها أمام آلاف تحولوا إلى آلات قتل يحكمها المال ولا تنظمها مؤسسة أو يردعها قانون أو قيم.